مساء الخير جميعا واهلا بيكم في اخر النهار. الحقيقه في موضوع يعني لفت نظري هبدا بيه النهارده. فجاه تحول صلاح الموجي من بطل شعبي لمسجل خطر. صلاح الموجي طبعا هو اللي انقض على الارهابي في حادثه حلوان يوم الجمعه. في خبر انتشر ان صلاح مسجل خطر ومتهم في 3 قضايا. في الوقت نفسه ظهرت صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بيه على السوشيال ميديا النهاردة أكدت إن مفيش قضايا. المعلومة اللي عندي إن صحيفة الحالة الجنائية مش بيتكتب فيها القضايا طالما صاحب الفيش والتشبيه لم تعاقبه المحكمة، وده غالبا حصل مع صلاح. ولكن السؤال يا ترى ليه حصلت محاولة تشويه صلاح وإزاي هيرد هو على هذه الاتهامات؟ وبعد شوية هيبقى معنا مراسلنا تامر مجدي من أمام منزل صلاح الموجي بحلوان، وهو اللي من كام يوم كان بطل والنهاردة تحول إلى مسجل خطر على الأقل من وجهة نظر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي. تعالوا نناقش هذا الموضوع من وجهة نظر قانونية شوية. هيبقى معايا دلوقتي على الهواء مباشرة اللواء مجدي البسيوني الخبير الأمني المعروف. سيادة اللواء مساء الخير وكل سنة وحضرتك طيب. والله العظيم وحشنا جدا جدا وربنا ما يحرم الشاشة منك. شكرا يا شكرا والله ألف شكر. بصحة وسلامة العفو. شكرا. طيب للي ما يعرفش الفرق ما بين المسجل الخطر يعني في الوقت الحالي والمسجل الخطر اللي ربما كان في حاجة حصلت معاه في وقت من الأوقات من 10 من 20 سنة وما خدش حكم، الفرق ايه ما بين الاتنين؟ شوف يا أستاذ معتز يعني اصبر عليها شوية عشان الموضوع ده مهم والله. طب اتفضل. مين هو المسجل ومتى يسجل؟ اسمه مسجل جنائي شقي خطر. المسجل ده بيبقى يا إما إنه ارتكب أو إنه حكم عليه في كذا قضية تكررت القضية ضده أو اتهامات أو حتى ما فيش اتهامات ولا حاجة لكنه بلطجي وحريص وإلى آخره. فبيسجل إيه يعني إيه يسجل جنائيا؟ بتجتمع لجنة شؤون الخطرين في المديرية وفي الأمن العام ويعملوا له ملف. ما هي الغاية من كده؟ عشان يبقى موضوع تحت الملاحظة لجهاز البحث. سافر اتغنى بيختلط باشقياء والى اخره، يبقى موضوع تحت الملاحظه. المسجل ده انشطه نشل مخدرات فرض سيطره او الى اخره. وبعدين فئات، فئه الف الخطير قوي، فئه ب الاقل، فئه ج اللي لسه يعني مبتدئ. اللجنه دي يا استاذ معتز من المتابعه والتحريات والى اخره تقوم يعني يحصل ايه؟ يا اما ينزل من الف الى ب الى ج، يا اما يرتفع من ج الى ب الى الف. كده يا كده يا بيزداد يا طيب. وبعدين اذا المسجل الجنائي ثبت يقينا لجهاز، ودي المهمه، لجهاز البحث انه كف عن اي فعل اجرامي لسنوات بحيث تطمئني كامن انه خلاص عاد الى رشده نهائي، يرفع من عداد المسجلين. يرفع. هنيجي بقى لصلاح. وما يبقاش اسمه مسجل خطر خلاص. ما يبقاش اسمه مسجل خلاص، الملف ده يتشال. طيب كلمنا عن صلاح، انت تابعت موضوع صلاح ازاي؟ هنيجي بقى، انا تابعت موضوع صلاح بمنتهى الاشمئزاز، واللي يصدق واذا كان المتكلم مهبل يبقى مستمع عاقل. لا صلاح بقى مسجل ومعتقل ولسه طالع من المعتقل والى اخره. قولوا اللي انت عايزين تقولوه. ايه الخبلان ده؟ عمل ايه؟ الموقف اللي عمله ده، الموقف البطولي ده اللي رايح على بندقيه الي وواحد شبه بينتحر يعني، وكان بيتضير وهيضربه، ولما اترمى عليه وضربه وشل حركته الناس كلها اتلمت عليه. صحيح. هل هذا العمل نقول ده مسجل؟ اولا صلاح من سنة 92 لم يرتكب حتى مخالفة. يعني 25 سنة أنا ما أعرفوش. بس جبت تاريخه. يبقى هنا أنا بقول لجهاز البحث بتاع حلوان، أنتوا سايبينه ليه ما ترفعهوش من عداد المسجلين؟ ليه؟ كان المفروض أن يرفع من عداد المسجلين من طالما 25 سنة ما ارتكبش حاجة.
ايه علاقه السبب؟ لا، ولو افترضنا يا استاذ معتز واحد مجرم وصفته 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 وسوابق قوي، وبعدين انقذ طفل من الخطف او انقذ واحده من الاغتصاب، مش هسقف له؟ لا تزر وازره ولا تزر وازره وزر اخرى. سبحان الله، ده احباط. طب حضرتك يعني بعد اذنك، يعني من وجهة نظرك مين مصلحته انه يشوه هذه الشخصية اللي مصر كلها اعتبرته بطل يوم الجمعة اللي فاتت؟ ما هو النهاردة لما يجي مدير الامن يقابله وجمهور مصر المحترم يعتبروه بطل ويطلع في الصحافة وكده، والفيديو هو الى اخره الكلام ده كله، الحاقدين اللي عاوزين يسقطوا الدولة زي يقول لك ايه يعني اللي عامله ده مسجل جنائي شق خاطر. يبقى هنا يعني انتوا بينال مننا ومن كل من كرمه والاعلام اللي جابه وهو الى اخره، انتوا ايه ده يعني؟ بيتهمنا احنا كلنا كده ان احنا ايه اللي تهويله انت عاملينه ده؟ ده مسجل جنائي شق خاطر. يعني ايه؟ يعني ايه مسجل جنائي شق خاطر؟ فده القصد منها، الغرض منها احباط، علشان يجي طب النهارده انا عرفت انه مسجل، ماشي يا عم، عمل ايه؟ ما هو الفعل اللي عمله؟ بس عشان الناس اللي سمعاني يقول يعقلهم، بقول لك مسجل يا عم ولسه طالع من السجن اول امبارح، لكن عمل بطولي. الله، يبقى انا هنا اضحد هذا. ده الغرض منها احباط المنظومه كلها، احباط زي ما قال لك ايه المدرعه رايحه جايه، المدرعه هربت. مدرعة ايه؟ هو اللي ما يعرفش يقول عد، هي مش مدرعة ولا حاجة ولها قول اخر بقى. الولد عمال بيتمشى، انتوا مش فاهمين حاجة. يا سعادة البيه، يا معتز بيه، هذا كله علشان الصورة السيمفونية الرائعة اللي حصلت في هذا اليوم تحبط بكاملها وبكل اعتباراتها. لا صلاح ولا الامن كان موجود، والولد كان بيتمشى يعني ما حصلش حاجة. يعني لو كان دخل على الكنيسة كان يبقى بطل بقى. تمام، طبعا معلومات مهمة جدا ومداخلة مهمة. شكرا للواء مجدي البسيوني الخبير الامني المعروف على كل هذه الايضاحات. وطبعا هو اتكلم من الناحية الامنية، الراجل من سنة 92 يعني وفقا للمعلومات المتوفرة صحيفته الجنائية يعني ناصعة البياض، ربما كان في شبابه عنده مشكلة أو مشكلتين مع جيرانه في حلوان أو شيء من هذا القبيل، إنما على حسب ضيفنا اللواء مجدي البسيوني يعني إنه من 92 لغاية النهاردة من 25 سنة ربع قرن الراجل ما ارتكبش أي مخالفة أو أي جريمة وسجله زي الفل. طيب السؤال بقى، الاعلام او السوشيال ميديا بتحاول تشوهه ليه؟ معايا دلوقتي للاجابه على هذا السؤال دكتور مروان يونس الخبير الاعلامي. وجهه نظرك ايه دكتور؟ مساء الخير وشكرا على المشاركه. مساء الخير. يا اهلا وسهلا. طبعا هو ما حدث من تشويه لصلاح الموجي المفاجئ بعد ما بدا الشعب ينبسط وبدا ياخد الثقه في نفسه، هناك ابطال في كل مكان وابطال في المناطق الفقيره وناس مستعده تضحي بحياتها من اجل هذا الوطن. وزي ما حضرتك تفضلت بالقول اللي هو مجدي رمى نفسه على واحد معاه آلي وربما كان معاه زمناه او غير ذلك. قله المهنيه في نشر هذا الامر وتاخد صحيفه جنائيه الواحد قديمه او حتى يعني في لحظه تاريخيه زي كده والناس مبسوطه وتنشرها، ازاي وصلنا بينا ان احنا نعمل اخطاء الساذجه دي اللي بتسيء لناس كتير؟ بعد ده حصل ايه يا فندم؟ فوجئنا بالسوشيال ميديا زي ما حضرتك تفضلت، ما بين واحد يقول لك ايوه ده مجرم مش عارف ايه، والتاني الناحيه التانيه لا ده بطل غصب عنكم، ودخلنا في حاله صراع داخلي ونسينا العمل البطولي اللي احنا بنشوفه بنقول يا سلام ادي ولاد مصر مش هاممهم النار ومش هاممهم الاجرام ورايحين يواجهوا الارهابي في لحظه يعني كانت كلنا فرحانين فيها. هذا التشويه، هل احنا بقينا اعداء نفسنا يا استاذ معتز؟ هل احنا وصلنا بانعدام المهنيه في اماكن كثيره ان احنا نشوه حتى الفرحه؟ مش عاوزين الناس تفرح، مش عاوزين الناس تنبسط. هل زي ما تفضل اللي هو مادي، هل دي مخطط فيه بذور في كل مكان في مصر جاهزه انها تنكد على هذا الشعب وتبوظ له فرحته في كل شيء؟ انا اربق لان مش عاوز اذكر اسامي صحف، ولكن المكان اللي نشر منه هذا الامر مكان كبير، لابد ان يحاسب اولا على شكل
التصريح بصحيفه جامعيه قديمه وسقط التهم اغلبها واظهارها على الراي العام بهذا الشكل، وبرضه يحاسب الصحفي ده صغير او كبير في هذا التوقيت لماذا صدر هذا الامر. وخد بالك رده الفعل الثانيه حصل ايه بقى؟ اللي يقول لك اصل المامور، واللي يقول لك اصل مش عارف ايه. نسينا الحدث الاصلي اللي هو الشعب المصري هو البطل. على فكره الشعب المصري هو الضابط، الشعب المصري هو عم صلاح، الشعب المصري هو الشباب اللي خد الالي بتاع الضابط اللي توفى او الامين اللي توفى وحاولوا يشتبكوا مع المجرم يبعدوه عن الكنيسه. الشعب المصري اللي هرع على الراجل وربما كان فيه في قنبله ناشفه حواليه، ده امر يعني معتاد من هذه الفئه. البطولة شعب يعني مصر يعني كان ممكن يفقد حياته في اي لحظة لو البندقية لو اتوجهت لجسمه، كان ممكن جدا يعني الراجل او بالظبط الراجل ما كانش عنده مانع انه يضحي بنفسه. بس عارف يا دكتور مروان، عارف حضرتك بالنسبة لل يعني الاعلان حتى في امريكا في مثل كده بيقول لك if it bleeds it leads، لو الموضوع مثير، لو الموضوع مثير يحظى باهتمام الرأي العام وبفضول الرأي العام. هنا بقى في حته كده قوميه يا فندم، حته اثاره، اعلام الاثاره هنا لعب دور. اعلام الاثاره دي في قضايا واحد جاره ضربوا بعض مش عارف ايه، واحد عمل جريمه كذا، انما في القضايا القوميه اللي ارهابي داخل يقتل الكنيسه ما فيهاش اثاره. دي فيها في مؤسسات، لو حضرتك تعلم ان الاعلام الامريكي والاعلام الغربي في مؤسسات عطلوا توجه يعمل ايه في المناطق اللي زي كده ويعمل ايه في الحوادث اللي زي كده. فهش ده مداح كده يروح مطلع لك الشعب ان احنا الشعب المصري اللي راح شفته ده راجل مسجل خطر. حاجة يعني مؤسفة جدا. ما يصحش يعني، احنا ما يصحش، احنا عارف اللي بيأذي نفسه بإيديه، مش ممكن كده. ولازم كبار الصحفيين وكبار الإعلاميين أمثال حضراتكم بقى ليهم دور يدوا الخبرة للشباب اللي ممكن يعمل بلبلة إن شاء الله. أنا بدعوك تعبان يا دكتور مروان، بدعوك إنك تتابع الفقرة الجاية، لأن احنا الحقيقة عندنا مراسلنا تامر مجدي موجود أمام منزل صلاح الموجي في حلوان لاستطلاع الاجواء العامه هناك بعد ما طرح هذا الموضوع في السوشيال ميديا. بشكرك جدا على هذه المداخله دكتور مروان يونس الخبير الاعلامي لبرنامج اخر النهار. تامر دلوقتي موجود في حلوان، يا ترى ايه الجديد عنده؟ طيب مساء الخير يا تامر. طبعا حاله من الجدل حول ما نشر عن الحاله الجنائيه لصلاح الموجي، و طبعا موضوع عمل يعني ما بين مؤيد ومعارض ومتعاطفين كتير زي ضيوفي اللي كلموني في بداية الحلقة النهاردة. انت يمكن متابع يعني عن طريق الاير بيس، ايه الجو عندك؟ مساء الخير استاذ معتز. الاجواء في حلوان هناك استياء شديد لدى اهالي هذه المنطقه وتحديدا جيران عم صلاح الموجي، لانه في النهايه بيمثل لدى اهالي حلوان اللي دائما بتقدم ابطال هو بطل، هو بطل اكد لكل المصريين انه يقدر يحمي كل الناس بغض النظر عن اختلافهم. الاراء هنا متباينه جدا. انا اول ما قلت ان عايز اتكلم عن صلاح الموجي لو الكاميرا بانت يمين او شمال هتجيب لك كل الاهالي تحت حلوان اللي عايزه تاكد على قوه صلاح الموجي وايضا تعاطفه مع الناس كلها وعلاقته الجميله جدا في حلوان. ايا كان في مشاكل بسيطه كان ممكن تحصل، حلوان بتتميز بانها منطقه عائلات دايما بنكبر فيها الناس اللي موجوده، وكان عم صلاح ممكن يكون واحد من الناس دي اللي حصل بعض المشاكل حاول انه يتدخل فيها بشكل او باخر. خليني اشوف لك الاجواء اللي موجوده هنا لان معايا احد اقاربه ايضا جيرانه بنت اخته هتحدثني عن علاقه عم صلاح الموجي بأهل حلوان وايضا بيهم. قولي لي حصل تشويه بعض الشيء ليه عم صلاح الموجي بعد اللي حصل في موقفه البطولي؟ عم صلاح بيتعامل ازاي مع معاكم ومع اهالي حلوان هنا؟ طيب جدع غلبان بيحافظ على اهل بلده بيحافظ على اهل ناسه، انسان محترم جدا ذوق، كل الناس بتحبه بيحافظ على كل الناس اللي حواليه. كل الحكايه اللي هو الناس عايزه تعمل اي شوشره وخلاص بسبب انهم عايزين انه بلطجي وانه بيضرب الناس وماشي في حلوان بيعمل مشاكل. مفيش الكلام ده، هو راجل في حاله مع اهل ناسه ومع اهل بيته، مفيش حاجه اسمها ولا بلطجي ولا الكلام ده. كل الحكايه اللي هو حافظ على اهل بلده واهل منطقته اللي هو عايش فيها بس، كل دي الحكايه. خليني اعرف من حضرتك انت يعني اتفضل كده قرب مني حاجة. انا قلت لي انت من جيرانه وتعرف الحاج صلاح بشكل قوي جدا، شايف التشويه اللي بيحصل للحاج صلاح الموجي؟ شايفه الاول اصلا بطل ولا مش شايفه بطل؟ لا بطل وراجل كويس، وما فيش حد بيتكلم عليه حاجه وحشه، والراجل كويس. بيتعامل معاكم ازاي انتوا كاهل حلوان؟ بيتعامل مع الناس كلها واي مشكله هو بيحلها. تعرف الحاج صلاح؟
قول لي بقى انت كشاب شايف الحاج صلاح مش قدوه ليك؟ صاحب ابويا والله، شفناش منه حاجه وحشه، عادي. عادي والله، يعني هو من منطقه من هنا، اي حوار بيحصل هنا هو اللي بيحله وبيظبط الدنيا، ويحبش الظلم يعني، عادي بيمشيها صح. شوف عم صلاح الموجي يعني بيتقال عليه بعض الكلام اللي واضح انه مش حقيقي من اللي بتتاكدوه، هو بيتخانق مع الناس، بيعمل مشاكل مع الناس، في سباقات او حاجه زي الكلام ده؟ لا لا، مفيش اي كلام من ده. هو راجل جدع وراجل ذوق جدا وراجل اخلاق، راجل جدع جدا وبيوقف رجوله، يعني واقف رجوله وراجل كويس، مفيش اي حاجه. قول لي عم صلاح ماله؟ في اي حاجه، في الحزن قبل الفرح، في اي حاجه موجود معانا، وفي اي مشكله بتلاقيه هو واقف معانا على طول، هو الكبير على طول، في اي حاجه تلاقيه موجود. لا لو سامعني يا تامر، عايز اسالك سؤال. عمره ما يزعل حد ولا يمشي يهلل مع دوت ولا يتكلم مع حد، لا الناس كلها بتحبه طول ما ماشي. اتفضل يا استاذ معتز. يعني واضح طبعا ان اهالي المنطقه كلهم يعني واضح ان هم بيعتبروه بطل، وان هم مش واخدين عليه اي شيء، وان هم مستائين من حاله التشويه المعنوي اللي اتعرض ليها. هو صلاح الموجي حاليا فين؟ انا شارع هنا على الواقع. عم صلاح عنده حالة استياء شديدة جدا. خليني اقول لك ان عم صلاح دلوقتي اصلا بيقدم واجب العزاء في احد اهل الشهداء وايضا احد جيرانه، يعني اوريدي هو صاحب واجب بكلمة الحلوانية اهالي حلوان، لكن هو عنده حالة من الاستياء هو واخوه واهله شديدة جدا بعد حالة التشويه اللي حصلت من مواقع السوشيال ميديا ومن بعض المغردين اللي حاولوا يشوهوا صورته واكدوا ان هو عنده سباقات. لكن كل اهالي حلوان زي ما انت استطلعنا استاذ بالنسبة للحاج صلاح الموجي، هو بطل من ابطال مصر، واخد بالك؟ وبعدين جدع وصاحب صاحبه، وما بيسيبش اي حد في الحته في اي ظرف كان. وبعدين الراجل يعني الحمد لله ملوش اي سباقات، حتى لو كان ليه، بس الحمد لله النهارده صلاح بطل ان شاء الله. ولازم نشكر الداخليه ونشكره اللي هو عمله، ومفيش حد عمل. خليني أأكد ليك قبل ما انهي يا استاذ معتز، انه عدد كبير من افراد اسرته كان عندهم حاله من الرفض في الظهور الاعلام، لانه بعض وسائل الاعلام على حد وصفهم اكدوا بعض الاشاعات المغرضه اللي حاولت تشوه الحاج صلاح الموجي، لكن كلهم بياكدوا على ان الحاج صلاح الموجي ليس عنده اي مشاكل مع اهالي حلوان، وما عندوش، ومستكترين عليه انه هو يبقى بطل ويبقى شكل محترم بيمثل فيه اهالي حلوان. وعوده اليك لو كنت حابب في اي سؤال تاني تحت امرك يا استاذ معتز. لا هو انا بس ليا طلب صغير يا تامر، انك تخليك عندك في المنطقه ما تتحركش الى ان يظهر صلاح الموجي، لان انا مهتم جدا باخد رد فعل منه على ما يحدث، ويبقى في لقاء خاص لبرنامج اخر النهار من موقع الحدث من حلوان، حيث المكان اللي بيسكن فيه صلاح الموجي منذ عشرات السنين. شكرا تامر مجدي، نرجع لك مره تانيه ان شاء الله.